معالي النائب أمل عصفور، بنرحب بحضرتك معانا في موقع بصراحة. النائب أمل عصفور، عضو مجلس النواب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، وممثل الحوار الوطني، ممثل حزب الشعب الجمهوري في الحوار الوطني. جلسة مهمة النهاردة في مشروع قانون أعتقد كل المهتمين بالتعليم في مصر منتظرينه بشكل كبير، فكرة وجود مظلة لدراسة ووضع استراتيجيات للتعليم في مصر والتخطيط للمنظومة التعليمية في مصر بشكل أعم وأشمل. رأي حضرتك إيه النهاردة في الـ الأطروحات اللي سمعتيها، وكمان كلمة حضرتك النهاردة عن الشعب الجمهوري؟ شكرا. النهاردة طبعا احنا كلنا في فعلا بنثمن جدا قرار فخامة الرئيس ان يكون في مجلس وطني اعلى للتعليم والتدريب، وربط التعليم والتدريب مع بعض هو في ضرورة ملحة. احنا التعليم لا يجب ان يكون بمعزل عن التدريب حتى في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي. ففكرة المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب هذه فكرة مهمة جدا، وفي هذا التوقيت تحديدا، والاختصاصات والتشكيل بتاع المجلس الوطني المقترح طبعا اللي في مشروع قانون برضو يهتم بوضع استراتيجية ورؤية شاملة للتعليم في جميع مراحله وربطها بالتدريب. كان ينقصها جزء البحث العلمي، ودي نقطة مهمة جدا، وكان ينقصها ان يكون في اهتمام موازي، خط موازي للتعليم الفني منذ بداية المرحلة الابتدائية لغاية ما نطلع الطالب في سواء كان دبلوم او في مرحلة الجامعات التكنولوجية. فهذا المشروع القانون المقدم هو مشروع شديد الأهمية، هو طبعا الحزب له ملاحظات عليه على بعض النقاط اللي هي التنظيمية والإجرائية. احنا اتكلمنا على عدد من النقاط مهمة جدا. اول حاجة طبعا احنا وافقنا من حيث المبدأ. الجزء الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه ان دور المجلس ده هو توحيد الرؤى الخاصة بالتعليم، يعني هناك رؤية لوزارة التربية والتعليم وهناك رؤية لوزارة التعليم العالي. هذا المجلس ليس دوره ان هو يساعد الجهات المختلفة في وضع الرؤى الخاصة بها، لكن هو بينظر بشكل شامل للتعليم والتدريب من واقع اولا خطط رؤية مصر 2030 وكيف يمكن تحقيق خطط التنمية من خلال التعليم والتدريب، وأيضا توجهات السوق العالمي والتوجهات الخاصة بمتطلبات السوق العالمي والتغيرات المستمرة والمتلاحقة في مجال التعليم. ده احنا كنا بنتكلم على انه يجب ان يكون هذا هو الدور. كنا بنرى انه يجب ان يكون في عدد خبراء اكتر، لان الوزارات المعنيه هي وزارات معنيه بالتنفيذ، واحنا عارفين ان الوزارات بتعمل بشكل كل وزاره بتعمل مستقله عن الاخرى، فوجود هذه الوزارات مع بعض انا طالبه انه يكون موجود في التنفيذ، لكن كمان محتاجه ان حد يفكر بشكل اكتر شموليه في فكره التعليم والتدريب. كنا بنتكلم على ان لابد اهتمام بالبحث العلمي، ويجب ان تكون هناك استراتيجيات مخصصه للبحث العلمي. البحث العلمي في كل دول العالم هو بيحقق يدر عائد سواء على الباحث او على الدوله او على الجامعه او المدرسه او ايا كان، فيجب الاهتمام بالبحث العلمي وربط مخرجات التعليم ومشروعات الابحاث الطلاب ومشروعات ابحاث خريجين الجامعة بالصناعة ومشروعات الباحثين بالصناعة. يجب ان يكون في حافز للصناعة انها تبقى مربوطة بالجامعة اللي موجودة. نهتم كمان ان يكون في دور رقابي لهذا المجلس ولمتابعة تنفيذ الرؤى اللي موجودة واستمرار التطوير وفقا بقى للنتائج اللي هي المخرجات التقييم اللي موجودة. بشكرك جدا. انا بشكر حضرتك.